حماسي موجود معنا رفقة الزملاء للجيش هنا مستوى تحت الجمهورية. هذا موضوع نتاع الطرف الاول كما الطرف الاول يبدو في البلد مستوانا الجنب كما كان قبض عليهم الزوز واضحة بيتر وسليمون قيدني قيدني يا هاي العم هاي العم اول مره نلعب فريسه كي نحس بالحريه ونحس بالديمقراطيه في تونس يعطيكم الصحه بالله ما عادش تقولوا الجيش الاسود لا عمرنا ما قلنا هيك بالله ما عادش تقولوا مره اخرى في اكسبريس افهم برحمه والديك الجيش الاسود والجيش الاسود وبيه وعليه وقت العباد ها الجيش الاسود وقال نستحب احنا البارح حسيت اموت من ناحيه فهمت بالعصيه احنا شو ايدينا في الواحد انا بالعصيه طلعوا على الواحد ما صورناش لا عاد ما لا يديك يديك بركه يديك بركه ما يسالش ما يسالش ما يسالش صورنا وعادي يديك بركه احنا تو في دوله الديمقراطيه والحريه ما عادش دوله الامبرياليه يديك مصطفى يديك مصطفى شايف